سلام بنات، اليوم جيتكم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم هو انني بغيت نشارك معكم واحد الحلوة ديال الكاكاو اللي كتجي هائلة والمذاق اكثر من رائع. من قبل ما نبداو كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. غندوزو المكونات على بركة الله. عندي كأس زيت اي كأس العنبة، عندي 200 غرام ديال السكر سنيدة، عندي 5 حبات بيض بدرجة حرارة المطبخ، 4 معالق ديال الكاكاو المر، 2 معالق كبار ديال المربى المشمش، عندي 1 يوغورت ديال الفاني فئة 110 غرام، عندي 2 ساشيات ديال خمارة الحلوى فئة 8 غرام ونصف ساشي، وعندي 400 غرام ديال الكوك أو جوس الهند، وعندي 400 غرام ديال الدقيق، والدقيق ممكن نزيد أو يكفيني. غندوزو الطريقة على بركة الله. كنجيب واحد الإناء أولا، ثم كنضيف دوك 5 حبات بيض، ثم كنضيف لهم السكر سنيده، وكنخدم الكل جيد. من بعد ما خدمت البيض وسنيدة جيدا، كنضيف لهم داك كأس زيت، ثم كنخدم الكل من جديد. ثم كنضيف كذلك دوك 2 معالق ديال مربى المشمش، من بعد ما ضفت مربى المشمش كنضيف داك يوغرت ديال الفاني، ثم في هذه الاثناء كنضيف داك الكاكاو اللي عندي 4 معالق، حاولوا نخلطها بشويه. هاد الحلوة راه كتجي هائلة وفشيشة. كنحاولو نخلطو مزيان باش متبقاش لينا كويرات في الخليط. من بعد ما ضفت الكاكاو وخلطت جيدا، في هذه الاثناء كنضيف ديك خماره خاصه بالحلويات فيها 8 غرام، الساشي الاول ثم الثاني ثم النصف تاع الثالث فقط. صافي، ثم كنخلط الكل. من بعد ما خلط العناصر جيدا، في هذه الاثناء كنضيف الكوك. ثم اخر مرحله كنضيف هي الدقيق تدريجيا اللي مغربل مسبقا. من بعد ما خلطت الخليط كيبان ليا باقي خصو شويه الدقيق، غنزيدو واحد الشويه، لان دائما الدقيق كيبقى حسب النوعيه وكذلك على حساب البيض. كاين البيض كيكون
الحجم ديالو كبير، وكل البيض كيكون الحجم ديالو صغير. من بعد ما درت الدقيق كما شفتوا وضفت كذلك كاس كامل اخر، خاص العجين يجينا بهذا الشكل كيتلصق. ثم كنجيب هذا الاناء وكنوضع فيه الخليط ديال العجين، كنغطيه بلاستيك الغذائي وكندخلو الثلاجه مده 15 دقيقه باش يتجمع العجين واحد شويه وما يعذبلاش في التشكيل ديالو. من بعد ما خرجت العجين ديال الحلوه من الثلاجه كما كتشوفوا راه تجمع لينا واحد شويه. في هذا الاثناء غنبدا في التشكيل ديالو. مسبقا كنجيب واحد الاناء مملوء بالسكر كلاصي او السكر الثقيل وكذلك قليل من الزيت باش ندهن اليد ديالي. ثم صفيحه اللي فرشت لها ورق الطبخ ضروري لان باش ما تلصقش لينا. في هذا الاثناء كنبدا التشكيل ديالها، كنبدا اولا كندهن اليد ديالي بقليل من الزيت بهذا الشكل، ثم كناخذ شكل كرة بهذا الشكل، ثم مباشرة كرميها في الإناء اللي فيه السكر كلاصي. كنعاود وحدة أخرى كذلك باليد ديالي، كنحاول نديرها وسط الراحة ديال اليد ديالي بهذا الشكل، ثم مباشرة كرميها في الإناء اللي فيه السكر الساقي، ثم كندهن كذلك باش ما تلصقش ليا وانا كنعمل كويراس. ثم مباشره السكر الثقيل. في هذا الاثناء كنحاول نملأها جيدا بهذا الشكل، ضروري من ملؤها جيدا بالسكر الثقيل بهذا الشكل تملأ. ثم كنعاود نهزها فوق اليد ديالي بهذا الشكل وكنحاول نشكلها، ثم مباشرة في اللاطة. نعاود معكم واحدة أخرى وانا كندير السكر الثقيل بهذا الشكل، ثم مباشرة في اللاطة ونحاولو نديرو فرق ما بين حبة وحبة. ثم في اللاطة كنبقى مستمرة على هاد الطريقة حتى كنكمل الحلوة ديالي كاملة. من بعد ما كملت الحلوة كاملة في التشكيل كما كتشوفوا، خاص ضروري من ملؤها جيدا بالسكر كلاصي. مسبقا انا شاعلة الفرن، درجة الفرن اللي سخنته جيدا، ثم كندخلها وكنشعل عليها الفوق والتحت في نفس الوقت مدة 3 دقائق فقط حتى تشقق ليا، ثم كنطفي عليها الفوق وكنخليه غير لتحت شاعل. ومن بعد ما كطيب ليا من التحت كنعاود نشعل عليها الفوق باش تزيد تحمر واحد شويه، راه ساهله في الطياب وما كتعطلش لينا. بالنسبه اللي عنده فرن غاز غادي يشعلو حتى يسخن مزيان جيدا، ثم كينزلها في الرف اللي فيه النار مده 3 دقائق حتى كتشقق وتبان كلها تشقات، ثم كيطلعها الفوق حتى كتحمر من تحت شويه، عاد يعاود ينزلها تاخذ واحد شويه اللون ثم يزولها. راه ما كتحتاجش لينا وقت كثير، بقاو معايا حتى تشوفوا الشكل ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي حضرت معكم اليوم. كما كتشوفوا راه كتجي كلها مشقه، راه كتجي من حيث الشكل ونطاق هائله. غير تبعوا المراحل وتصدق معكم من اول تجربه. وفي هذا الاثناء غنحاول نحل لكم وحده باش تشوفوا الشكل ديالها من الوسط، راه كتجي هشيشه رطبه. غير جربوها وردوا عليا في التعليقات ديالكم، وشكرا مع السلامه الى فيديو اخر.